اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف ونبدا من اهم العناوين. البدايه من المدى، رايس ووتش، اجراءات قضائيه على ناشطين وصحفيين دعموا احتجاجات. في العربي الجديد، تحويل معارض بغداد الدولي الى مركز لحجر مصابي كورونا. في اندبندنت عربية، 300 مليار دولار هدرت على 6000 مشروع معطل أو وهمي في العراق. وفي عربي 21، وفاة طيار بنغالي أسقط 4 مقاتلات صهيونية. نطالع في الشرق الأوسط، كوفيد 19 يغزو الإنترنت بلقاحات وهمية ونظريات مؤامرة. القصف العربي، عنونت شجار عنيف بين امرأتين في نيويورك بسبب السعال من دون كمامات في الأماكن العامة. أخيرا في الدستور الأردنية، فيفا يطالب بالاحترام ردا على تغريدات ترامب. نبدأ من الكاتب علاء اللامي الذي قال اليوم: ها هم هؤلاء الضفادع القفازون المحترفون يصفقون للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ويدعونك إلى تقبيل اليد التي لا تستطيع كسرها، وها نحن نكرر لهم: سيأتي يوم وتعلنون أنفسكم حين ترون، تلعنون أنفسكم حين ترون ما سيحل بالعراق وشعبه في السنوات المقبلة، حين تتضخم جبال الديون الأجنبية وينهب النفط والأرض والمياه ويسرح العمال والموظفون من أعمالهم بمئات الآلاف، ويفقد العراق إطلالته البحرية الصغيرة وتتحول أراضيه إلى قناة جافة للقطارات الكويتية العابرة. قلت وقال غيري لمن صفقوا لتحرير العراق بقوات المارينز الأمريكية سنة 2003: سيأتي يوم تلعنون فيه الساعة التي صفقتم فيها لهؤلاء، وتكتشفون أنكم مخطئون خطأ إجراميا بحق شعبكم وبلادكم. وجاء ذلك اليوم حينما اكتمل تدمير العراق الذي كان قد بدأ بحروب وطغيان النظام السابق بحرب الاحتلال، وبعدها ذبح العراقيون بعضهم في الاقتتال الطائفي في سنوات الجثث والقتل على الهوية، وكان عدد الذين اعتذروا لشعبهم عن أخطائهم لا يكاد يذكر، أما الذين لم يعتذروا فقد قفزوا إلى مؤسسات النظام الطائفي الرث في العراق الجديد، وأداروا مكاتب رؤسائه ووزرائه ونوابه وصحفه وقنواته وكلياتها الخاصة إلى آخره. وحينها قيل لهؤلاء: سيأتي يوم تلعنون فيه الساعة التي التحقتم بها بهؤلاء اللصوص ونظامهم الفاسد. وقد جاء ذلك اليوم وثار شباب تشرين وسفكت دماؤهم، فقفز بعض من هؤلاء واضعا على وجهه قناع الثوار والديمقراطيين ودعاة نبذ العنف والتطرف وثقافة الكراهية، ثم عاد إلى قواعده بمكر وصار يدعو إلى الإصلاح بهدوء ومن داخل العملية السياسية وبأيدي قادة النظام أنفسهم. فمنهم من كان يصفق معه للاحتلال الأمريكي في سنواته الأولى، فاكتملت هنا أدوار استحالة الضفدع المثقف، واليوم ها هم هؤلاء الضفادع القفازون المحترفون يصفقون للحوار الاستراتيجي مع أمريكا ويدعونكم إلى تقبيل اليد التي لا تستطيع كسرها، وها نحن نكرر لهم: سيأتي يوم وتلعنون أنفسكم حين ترون ما سيحل بالعراق وشعبه في قادم السنوات. ويضيف الكاتب: أي نوع من البشر هذا الذي يجيز القفز من كارثة إلى أخرى ثم يريد من الناس أن تنحي لقفزاته البهلوانية الإجرامية احتراما؟ أي نوع من البشر هذا الذي أدمن التبعية والدفاع عن الباطل وخيانة الوطن والناس والذات والموضوع والتاريخ والجغرافيا والأخلاق، ثم يجد في نفسه الجرأة على أن ينصحنا بالابتعاد عن التطرف والقسوة وثقافة الكراهية والتحلي بالموضوعية والعقلانية والاعتدال؟ لهذا الشخص أقول، وهو الكاتب: اذهب يا لكع وامسح عن جبينك الوحل الذي خلفته أحذية الغزاة الأجانب.
ويقول الكاتب سمير داود: لقد اختلفت الفضائيات أو القنوات فيما بينها في توصيف هذه الأحداث، فالقنوات الحزبية المؤيدة للحكومة اتهمت المتظاهرين بالعمالة والجوكرية والمندسين، وأخرى لم تقدم الصورة الحقيقية لثورة العراقيين واكتفت بما كانت تعرضه على التلفاز من لقطات وصور تذيلها بالعاجل، وهو شريط يوثق الحدث بلحظته ببضع كلمات تختصر الخبر. وكان هذا العاجل هو العنوان الرئيس الأكثر شيوعا في الأحداث العراقية التي تسيدت الأخبار. وقد حاولت بعض هذه القنوات ومن باب التغيير والإنجاز كما تعتقد هي أن تغير كلمة عاجل إلى كلمة مهم، ظنا منها أن هذا هو التفوق الإعلامي. بالرغم من هذا الانفتاح الإعلامي والتطور الاتصالي الذي حدث للعالم في السنوات الأخيرة، إلا أن الفضائيات العراقية لا زالت لا تفرق بين فكرة نقل المعلومة ومبدأ صنع المعلومة، وشتان ما بين الفكرة والمبدأ. فنقل المعلومة بات الأمر السهل واليسير للكثير من الفضائيات التي اعتمدت أخبارها بالدرجة الأساس على تصريحات السياسيين والمسؤولين وعلى مكاتب إعلام المؤسسات والوزارات الحكومية وأخبار وتقارير الوكالات والمواقع العالمية، دون أن يكون هناك جهد متميز في صنع المعلومة، بحيث أصبح واضحا للمتلقي العراقي ظاهرة افتقار أو انعدام وجود مراسلين للفضائيات في كثير من الأماكن أو الدول ذات التأثير السياسي الدولي وصنع القرار كالبيت الأبيض الأمريكي أو الصين أو روسيا أو حتى في كوريا الشمالية لنقل الأحداث أولا بأول. وظلت هذه الفضائيات تتناقل الأخبار مع إضافة بعض الرتوش أو التكهنات حسب ما تقتضيه الحاجة أو توجهات الفضائية. أما بالنسبة لمبدأ صنع المعلومة فقد دأبت بعض القنوات العربية والتي تجيد فن إيصال الرسائل الإعلامية إلى الرأي العام على تأسيس مطابخ إعلامية ومراكز بحوث نفسية داخل الفضائيات الإخبارية العربية لرسم توجهات واستراتيجيات الفضائية وما تريده من إيصال الخبر والغاية من نشر المعلومة، بحيث أصبح مقدم نشرة الأخبار في الفضائية العربية إضافة إلى مهنيته فهو محاور بارع في انتزاع الأجوبة من الضيف وأكثر دهاء في استمالة ضيوف نشرة الأخبار. أضاف الكاتب: بينما اكتفت قنوات أخرى بموقف المتفرج وعدم المبالاة بما يحدث وكان هذه الأحداث تحدث في كوكب آخر، بينما أشغلت هذه القنوات الرأي العام العراقي وخصصت معظم وقتها للأحداث والتظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت أمريكا بعد قتل مواطن أمريكي. وفي صحيفة الزمان كتب ماجد جمعة عبد الحسن الساعدي أن تمويل القطاع الزراعي ظل يعاني جملة من المعوقات، نذكر منها سوء إدارة مؤسسات الإقراض الزراعي والنقص في اعتماد المصارف المختصة بالإقراض الزراعي وازدياد فوائد المصارف التجارية وغياب خطة شاملة للسياسات الإقراضية المؤسسية وعدم موضوعية معايير توزيع القروض على المزارعين، فضلا عن عدم وفاء المزارعين بتسديد القروض الممنوحة وتحكم المصارف الزراعية وما شابتها من أعمال فساد ومزاجية في منح القرض للمتنفذين المستغلين ضعف إشراف وزارة الزراعة ودوائرها في المحافظات والعجز في إيجاد طرائق تنظم عملية الإقراض لتحقيق الأهداف. تغافل المشرعون عن تعديل قانون وزارة الزراعة العراقية رقم 10 لسنة 2013 المادة 2 لإضافة الإنتاج إلى تلك المادة إضافة إلى الأهداف الأخرى المذكورة كهدف أساسي لتحقيق الأمن الغذائي للبلد. فليس من المعقول أن هنالك جيوشا وعساكر ترفض خزائن بلدانها بالأموال ونحن بكل هذه الإمكانات المتوفرة لوزارة الزراعة لا زالت عالة على خزينة الدولة. فمهندسون زراعيون أغلبهم في بطالة مقنعة يتهافتون على مناصب إدارية لعدم وجود برامج إنتاجية تستثمر طاقاتهم
وعدم استفادة دوائرهم من مدخولات تديم تنفيذ برامج خدمية وإرشادية دون طلب تخصيصات من الدولة، كذلك عدم الاستفادة من قدرات أفواج حملة الشهادات الماجستير والدكتوراه الذين صرفت عليهم أو صرفت عليهم الدولة الملايين لإكمال دراستهم، ومن ثم تعطيهم الدولة مخصصات شهادة تتراوح ما بين 75 و 150% حال مباشرتهم بالوظيفة بعد نيل الشهادة، إضافة إلى الراتب والمخصصات الأخرى، وبدلا من أن يشاركوا في معالجة المشاكل التي تعوق تطوير القطاع الزراعي في مناطقهم، يلهثون وراء مناصب إدارية بإمكان أي موظف بسيط أن يؤديها على أكمل وجه، وهذه تندرج تحت علامات هدر المال العام والبطالة المقنعة لعدم حصول الهدف الذي تبتغيه الدولة من الاستفادة من قدرات أصحاب الشهادات لتصويب العملية الإنتاجية. وأضاف السعدي: كان يصار إلى أن تقوم الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية ومحلية رصينة لتنفيذ المشروعات الزراعية المختلفة لراغبين حسب الخطط الموضوعة لحاجة البلد، مع تنظيم الضمانات المطلوبة من المقترضين مع الوزارة، وتحول أرصدة الأقراض إلى حسابات الوزارة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشركات المنفذة بعد ضمان حسن التنفيذ، ثم تسليمها إلى المقترضين الراغبين وإلغاء السياسات السابقة التي كانت تعطى فيها الأموال للمقترضين وما شابها من حالات كثيرة للفساد والعمولات والهدر لأموال الدولة، فضلاً عن عدم التنفيذ الكثير منها. في صحيفة العرب اللندنية قال دكتور ماجد ساموراي: المظلة الحقيقية لأي نشاط داخلي حاليا هي الحراك وانتفاضة الشباب، وهؤلاء صدورهم عارية، ليسوا بحاجة إلى حماية سوى خيام القماش الملونة بألوان الطيف العراقي. وينبغي على زميلي إياد علاوي رئيس الجمهورية برهم صالح أن يتدخل للمصالحة وحل الخلاف المفتعل من أجل المصلحة العامة، ولا يلام اليوم العراقيون المحبطون من رموز العملية السياسية الذين أذاقوا شعب العراق الويلات وما زالوا يلقون خطب الوطنية على الرغم من أنها بضاعة أصبحت فاسدة. أبرز الوقائع السياسية المباشرة التي حققتها انتفاضة الشباب هي إزاحة عادل عبد المهدي عن رئاسة الوزارة، ومجيء مصطفى الكاظمي بثمن ليس رخيصا، هو الألاف من الشهداء والجرحى والمختطفين. ولولا هذه التضحيات لكان من يتربع على كرسي الحكومة اليوم أحد الإسلاميين الشيعة المتطرفين التابعين لطهران لتصفية آخر ما تبقى من آمال لعودة العراق حرا سيد نفسه، إذ غاب مشروع التغيير الجذري عن عقل الكاظمي، وهذا ما لا يتمناه العراقيون، فلن تتجاوز فعالية عبارات خطاباته ملامسة عواطف الناس أو إثارتها لأجواء الجدل السياسي والإعلامي وخدمة للأحزاب الفاسدة، فيما سيعجز عن حل المشاكل الاقتصادية الكبيرة نتيجة نهب المليارات في ظل انتشار وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط. ولعل مثال رواتب المتقاعدين يكشف عن إشارات مبكرة لاستعداد القوى السياسية المتضررة بعدم السماح باللعب بمصالحها، فهي ستقاتل من أجل عدم حصول تغيير جدي في مسار البرنامج الذي أعلنته الانتفاضة الشعبية في ظل هذه البيئة السياسية المعقدة والإحباط الشعبي العام. من السهل إطلاق الشعارات المشككة بقدرة الكاظمي على إحداث التغيير وتعميم ما قيل عمن سبقه من رؤساء الوزراء السابقين، حيث تتداخل الدوافع والمصالح، لكن الدوافع الوطنية النزيهة من وراء النقد العمومي لا تكفي لتقديم حلول سياسية ومعالجات وطنية عملية مرحلية لصالح شعب العراق. أضاف ساموراي: لكن البقاء في دائرة النقد لا يقدم حلولا حقيقية للخروج من الكارثة، ومن يعتقد أن هناك خيارا أفضل من الكاظمي في المرحلة الحالية فهو واهم، ودعم برنامجه الإصلاحي قد يكون فرصة للتغيير المنشود وعلاجا مؤقتا لما يعانيه العراق المبتلى بالجهالة والعملاء.
في صحيفة الشرق الأوسط كتب الكاتب يوسف الديني: الحل اليوم في المقام الأول هو في السباق مع حالة عدم اليقين، خصوصا مع الدول التي تتخذ من المسؤوليات والشفافية خيارها الأول في ملفات تمس أمنها واستقرار مواطنيها. هذا السباق يجب أن لا يقف في المعالجة السريعة والمرتبطة بالظرف الزمني للأزمة. وليس من قبيل المديح في شيء أن تجربة السعودية كانت رائدة في التعامل المسؤول مع الأزمة منذ بدايتها والظهور الأول لخادم الحرمين الشريفين في كلمته التاريخية عن تحديات المرحلة في بلد بحجم السعودية جغرافيا ودينيا واقتصاديا. البشرية قادرة على تجاوز أصعب المحن مهما طال أمدها، وكورونا ليست استثناء من ذلك. هذا ما يقوله التفكير العقلاني والمنطقي، وكثير من الأمل المفقود هذه الأيام، كما هي الحال مع العقلانية الغائبة بسبب حالة الفوضى والارتباك في التعامل مع الجائحة بشكل أمثل. نحن محظوظون جدا في عالم اليوم بالتقدم العلمي الكبير وغير المسبوق في التصدي للمستجدات التي هي جزء من طبيعة الحياة وتحدياتها. فحتى كتابة هذا المقال في كل منصات البحث العلمي المتخصصة، بلغت الدراسات الطبية الموثقة التي تم نشرها بشكل تكافؤي في محاولة لفهم فيروس كورونا أكثر من 2000 دراسة. اكتشاف الخريطة الجينية له لم يأخذ سوى بضعة أيام فقط، لكن المثير للسخرية والإحباط أن حجم الفوضى على مستوى المحتوى والمعلومات والإشاعات ونظريات المؤامرة ونهم مواقع التواصل الاجتماعي وفقدان البوصلة الإعلامية النزاعة للإثارة طغى على كل ذلك، وانضمت عوامل عديدة لصنع ما يمكن وصفه بحالة لا يقين والتشكك في كل شيء فيما الذي حدث بالضبط، بغياب صوت العقلانية والعلم في مقابل تدفق طوفان الأوهام والتضليل الذي قادته شخصيات مؤثرة في عالم الإعلام الجديد بدوافع انتهازية، أبرزها نهم زيادة أرقام المتابعين ومحاولة الصعود على جثث الموتى وضحايا المرض. أضاف أديني: لقد تعلمنا كثيرا من فيروس كورونا في المرحلة السابقة، لا سيما فيما يخص طرائق المعالجة المسؤولة والتأني في اتخاذ القرارات والشفافية في طرحها مع قساوتها ومرارتها وعدم الدخول في لعبة التسييس بين القوى الكبرى والمنظمات الدولية. لكن الدرس الأهم الذي تعلمته السعودية هو فضيلة الاستقرار والأمن والأمان واللحمة الوطنية، ويبقى التحدي لنا ولكل دول العالم درس الاستدامة وتعميم الوعي في إدارة الأزمات والتحديات الكبرى. في صحيفة الدستور ذكر الكاتب رشاد أبو داود: كان لافتا المعارضة الشديدة لأوامره بإنزال الجيش إلى الشوارع لقمع التظاهرات من بعض الولايات وحتى من داخل حكومته، ما حدا به لإعلان أن ولاة نيويورك هي خارج السيطرة تماما، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ توحيد الولايات 50 في دولة واحدة ومقاطعة هي واشنطن العاصمة الفيدرالية. عندما يقول توماس فريدمان أشهر كتاب نيويورك تايمز: أمريكا لقد حطمناها، لقد ذهبت، قضي الأمر، أين يمكن أن نجد قيادة تحافظ على الولايات المتحدة؟ فإن هذا يعني أمرين: أولهما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود متحدة، والثاني أن الدولة الأقوى في العالم لن تعود دولة واحدة وبالتالي لن تعود الأقوى. يقول فريدمان في مقاله في الصحيفة الأمريكية الأكثر مصداقية منذ عقود: أنا الآن في 66، مخاوفي كلها باتت حقيقية، والأسوأ من ذلك أنا لست متأكدا أننا سنكون قادرين على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة جديدة في نوفمبر 2020، أو أن يكون لدينا انتقال سلمي للسلطة الرئاسية في يناير 2021. نحن على حافة الاتجاه نحو حرب أهلية ثقافية، فقط هذه المرة لسنا محظوظين لأن إبراهيم لينكولن ليس رئيسنا. لينكولن هو الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى الرئاسة عام 1861،
وهو من أصدر إعلان التحرير الذي حرر العبيد داخل الكونفدرالية عام 63 و18، ويعد واحدا من أبطال أمريكا، وذلك بسبب دوره في المحافظة على الاتحاد خلال الحرب الأهلية وتحرير العبيد. قد فجرت حادثة مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي الأسود خنقا تحت ركبة شرطي أبيض غضب أبناء جلدته من الأمريكيين ومعهم المناهضون للعنصرية، ما أدى إلى تفجر مظاهرات الغضب في عدة ولايات. وأضاف الكاتب: يتذكر فريدمان حادثة لها دلالاتها على مؤشرات الانهيار الأمريكي، قائلا: في 9 نوفمبر في عام 2016 أو في صباح اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأخيرة، بدأ عمودي باستدعاء كلمات مهاجرة لصديقتي ليزي غلوسباس التي جاءت إلى أمريكا من زيمبابوي في الثمانينيات في أثناء حواري لي معها عن المشهد السياسي في أمريكا. قالت لي ليزي: أنتم أيها الأمريكيون تتعاملون مع بلدكم وكأنها كرة قدم، لكنها ليست كرة قدم، إنها بيضة قابلة للكسر. عمت أجواء الفرح حديقة حيوان لندن، وحظيت حيوانات الغوريلا بمعاملة خاصة مع تلقيها المكسرات والبروكلي، وتهيئت في منازلها وسط الأشجار استعدادا لاستقبال الزائرين الاثنين لأول مرة منذ نحو 3 أشهر. وكانت الحديقة الواقعة في متنزه ريجنت قد أغلقت في شهر آذار مارس الماضي ضمن إجراءات العزل في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، وتعيد الحديقة اليوم فتح أبوابها ولكن مع بعض القيود كتحديد عدد الزائرين وجعل مسارات الحركة في اتجاه واحد ووضع علامات على الأرض للحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتؤكد الحديقة أن تاريخها يرجع إلى نحو 200 عام، ما يجعلها أقدم حديقة حيوان علمية في العالم، وهي تغلق عادة مرة واحدة في العام في عطلة رأس السنة. وقد أقام العاملون احتفالا صغيرا لحيوانات الغوريلا بمناسبة استئناف العمل. وقال دانيال سيمونز قائد فريق الرئيسيات في حديقة الحيوان، قال: بالطبع الحيوانات افتقدت الزائرين، وكانت حيوانات الغوريلا تبحث عن الناس وتتوقل التواصل معهم. وأضافت هيكت في مع حقيقة أن الناس توقفوا عن المجيء، ولكن في المقابل أنا متأكد من أن الحيوانات ستسعد عندما يأتي كثير من الزائرين أصحاب الوجوه الودودة غدا. نقلان مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا ينتهي صدى الأقلام لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.